بسم الله الرحمن الرحيم. فريق جوال الخير يقدم. أنا أمك يا هي أمك، حملتك والعذاب الوان، أي قلب يحمل هؤلاء؟ أهذا هو جزاء الأم؟ أهذا هو جزاؤها؟ أنسيت فضلها وتعبها؟ أنسيت شكواها لمرضك؟ أنسيت أنينها وسهرها عند سفرك؟ عجبا والله لزمن، عجبا لزمن ضاعت فيه الرحمة حتى على الأمهات، عجبا لزمن ضاعت فيه الشيم والأخلاق. تقول مشرفة دار المسنين، تقول المختصة: والله إن بعض الأبناء، والله إن بعض الأبناء يأتي بأمه ويرميها في المستشفى ويدعي أنه فاعل خير فيهرب، وأمه تنتظر وتنتظر على أمل أن يعود، لكنه للأسف يتركها حتى توضع في الدار. ثم بعد ذلك انظر، انظر ماذا يفعل. ثم بعد ذلك تقول، يبدأ بالاتصال: هل فلانة موجودة؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة. هل فلانة حية؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة. وإذا قالوا له ميتة أتى ليكمل إجراءات الدفن. أف ثم أف، أف ثم أف، أي نوع هذا من الأبناء؟ والله سمعت عن ذلك الزوج وأعرفه، وقد كانت أمه تسكن معه ليس لها غيره، وفجأة جاء يقول لأمه: يا أمي أريد أن أرمم في البيت وأعمل بعض الديكورات، فلو جلست في بيت عمي أو عند خالتي حتى أنتهي ثم تعودين إلى غرفتك. فقالت بنيتها الطيبة: يا ولدي غرفتي جيدة ولا تحتاج، وأنا يا ولدي راضية بها ما دمت معك وأنت أمام ناظري. وبعد إصراره وإلحاحه وافقت وانتقلت لتعيش عند خالته. تمر الأسابيع ولم يتصل بها، تمر الأسابيع ولم يتصل بها ولم يسأل عنها، وكلما اتصلت انصرف عنها بحجة أنه مشغول جدا. فيمر أكثر من 3 أشهر والأم تعاني ما تعاني.